ينضم الي عبر الهاتف مره اخرى الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير جريده اليوم السابع. استاذ اكرم اهلا بك على شاشه التلفزيون المصري. ما الجديد الذي تابعته في هذه القمه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهوريه جيبوتي وزيارته الى مصر في هذا الوقت سيد اكرم؟ طبعا هو مصر ترفع شعار الشراكه والتعاون مع افريقيا بشكل واسع وتوسع علاقاتها بشكل دائم. جيبوتي يعني اولا لها موقع استراتيجي مهم جدا على البحر الاحمر ومهم جدا فيما يتعلق بالتعاون في اطار تامين البحر الاحمر وامن البحر الاحمر كشريان في طريقه الى قناه السويس والى العالم، وبالتالي فهي مكان استراتيجي جدا. فيما يتعلق بالتعاون اعتقد انه في جديد كثير. اولا المنطقه اللوجستيه المصريه في جيبوتي، التعاون فيما يتعلق بفتح فروع لبنك مصر، التعاون فيما يتعلق بالطاقه وبالتنسيق السياسي وبالصناعه والبنيه الاساسيه، يعني اعتقد انه في يعني تفاصيل كثيره وفرع البنك مصر زي ما احنا قلنا وخط طيران مباشر الى جيبوتي، كلها تاكيد لفكره فتح ابواب التعاون والشراكه وزياده التبادل التجاري طبعا، زياده العلاقات الاقتصاديه، تمكين العلاقات السياسيه، التشاور السياسي فيما يتعلق بامن البحر الاحمر وغيره. في يعني انشطه كثيره وتفاصيل كثيره يمكن التعاون فيها، انه المواني والبنيه الاساسيه فيما يتعلق بالمواني امر يخص ويهم. نعم سيد اكرم هل تسمعني؟ افريقي نعم امن سيد أكرم على كل الأحوال. سيد أكرم كنت أود أن أسألك عن تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن ملف سد النهضة ورغبة مصر في يعني أن يكون هناك قرار ملزم لمصر وأثيوبيا والدول التي تطلع بأهميتها وبقراراتها، أن يكون هناك قرار وأن يكون هناك قانون ملزم للدولة المصرية وللدولة الإثيوبية، كيف تبعت هذا التصريح؟ سيد أكرم كنت أتحدث عن ملف سد النهضة وتصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن يعني خلال هذا المؤتمر وخلال هذه الجولة تم التفاوض وتم الحديث عن ملف سد النهضة وأهمية هذا الملف لكلا الدولتين. طبعا ملف سد النهضة ملف مهم ومصر لديها تصور واضح في هذا السياق، لانه يتعلق بمصر حريصه على تنميه اثيوبيا لكنها حريصه ايضا على حق مصر والسودان كدول مصب في مياه النيل، وانه مصر بترفع شعار التعاون والشراكه على اعتبار انه الافضل فيما يتعلق بمشروعات التنميه المشتركه او مشروعات التنميه بشكل عام، وبالعكس مصر بتقدم تجارب في هذا الامر بانها مع التنميه في افريقيا، بتقيم شركات مصريه بتقيم سد ميريري في تنزانيا، في تعاون في جنوب السودان، مشروعات مشتركه مع السودان ومع الدول حوض النيل لتنميه النيل ومشروعات متعدده، ففكره التعاون هنا افضل من الصدام او الحلول الفرديه، هذا ما تؤكد عليه مصر، ومصر تمسكت كثيرا بصبر استراتيجي شديد ولديها يعني رغبه كبيره في فتح افاق التعاون مع دول افريقيا بشكل عام ومع دول حوض النيل بشكل مؤكد. فاعتقد انه جزء مهم جدا من التاكيد على التفاصيل اللي بتتماشى مع القانون الدولي ومع المواثيق الدوليه ومع الاعراف الدوليه كلها، الحقيقه مصر تلتزم بيها وتطالب الاطراف المختلفه لان ده اكثر ضمانا اولا للامن والاستقرار في افريقيا وفي نفس الوقت لضمان مصالح كافه الاطراف بشكل اكثر. طيب سيد اكرم لو تحدثنا عن جزء اخر وهو انشاء منطقه لوجستيه في جيبوتي، ما الذي تمثله انشاء هذه المنطقه بالنسبه لمصر والى جيبوتي؟ ده مهم جدا لان احنا عارفين ان مصر يعني بتفتح افاق وبتفتح التعاون التجاري والاقتصادي مع دول افريقيا بشكل عام، فالمنطقه اللوجستيه تعني تعاون فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فيما يتعلق بالصناعه، فيما يتعلق ب ان منطقه تستطيع ان تكون جسر بين افريقيا والدول المختلفه، وزي ما احنا عارفين ان جيبوتي لها موقع استراتيجي على البحر الاحمر، فكره المواني، فكره خطوط
النقل البحري، كل دي امور مهمه. فالمنطقه اللوجستيه في اطار التعاون الاقتصادي لها ميزات مهمه، واحنا عارفين ان مصر يعني جسر بين افريقيا واوروبا واسيا بحكم الموقع وبحكم التاثير، وبناء عليه يكون هذا الامر في غايه الاهميه، لانه مصر دائما بتطمح الى ان يكون كل الاطراف تحقق مصالحها وتستفيد بشكل واضح، وان التعاون والشراكه قادران على صياغه علاقات اقتصاديه وضمان حقوق كافه الاطراف ومصالحها بشكل متزايد. طيب سيد اكرم، لو تحدثنا عن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ما بين الجانبين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اسماعيل عمر جيلة، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة، مذكرة تفاهم في المنطقة اللوجستية، ومذكرة تفاهم ما بين وزيري خارجية البلدين، ما الذي تمثله هذه المذكرات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين؟ أولا الاتفاقية السياسية للتنسيق السياسي، واحنا عارفين الموقع الاستراتيجي والعلاقات القوية اللي بتربط مصر وجيبوتي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي كان أول رئيس مصري يزور جيبوتي بعد استقلالها سنة 77. وفي نفس الوقت فالمواقف السياسية وتنسيقها مهم جدا. في نفس الوقت المنطقة اللوجستية بالتأكيد زي ما احنا أشرنا جسر للتعاون الاقتصادي، جسر بيربط أفريقيا بمصر بأفريقيا بجيبوتي بالخطوط النقل وخطوط المواني وغيره. طبعا فكرة الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطاقة بشكل عام دي برضو مصر لديها اهتمام واضح بهذا الأمر، واهتمام واضح بالطاقة المتجددة اللي أفريقيا تستطيع أن تحقق فيها نتائج مهمة، ومصر لديها تجربة في هذا الأمر يمكن أن تقدمها فيما يتعلق برفع القدرات أو تقديم خبراتها في هذا الأمر، خاصة أن مصر ستستضيف اتفاقية المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. نعم. دي برضو جزء مهم جدا من الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة القادرة على تقليل الاحترار وتقليل التغيرات المناخية. كان في تصريح النهاردة أستاذ أكرم عن الرئيس السيسي، قال أنه محادثات اليوم اتسمت بالشفافية وبالصراحة وعكس التقارب في وجهات النظر ما بين الدولتين. مصر دائما ما تدعو إلى السلام وتدعو إلى المساواة وتدعو إلى العدل وتتبنى قضايا القارة الإفريقية امتدادا لتاريخها الطويل في هذا المضمار وفي هذا الأمر. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر مرة أخرى سيد أكرم إلى قارات الإفريقية، إلى جيبوتي، إلى معظم وكل الدول الإفريقية؟ مصر بتطرح دائما الشراكة والتعاون، أولا ده شعارها الدائم في أفريقيا بأمر آخر. الجزء المهم فيما يتعلق بهذا الامر انه مصر لديها مبادرات طول الوقت لحل القضايا المختلفه في افريقيا، سواء داخل الدول الافريقيه او بين الدول الافريقيه وبعضها البعض. وبالتالي فده سياق مهم، ضمان الامن في القرن الافريقي، امن في غرب افريقيا، مواجهه التطرف، مواجهه هذه التفاصيل. ففكره الشفافيه وطرح التفاصيل والمعلومات دي جزء مهم جدا لبناء علاقات متوازنه وقابله للنمو والتوسع، وفي نفس الوقت مصر لا تتوانى عن تقديم مبادرات، عن تقديم افكار، عن تقديم محاولات لاعاده بناء العلاقات المصريه الافريقيه او العلاقات المتعدده في اطار مختلف. نعم سيد اكرم. طيب سيد أكرم، لو تحدثنا عن ما تقدمه مصر من دعم فني ودورات عسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية وكوادرها، وده طبعا اللي أكد عليه برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء القدرات ودعم الأشقاء في جيبوتي ودعم الكوادر، كيف يمكن يعني أن نقرأ هذه التصريحات الهامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ مصر طول الوقت بتقدم أفكارها وبتقدم خبراتها، وفي نفس الوقت في مبتعثين من جيبوتي ومن الدول الأفريقية المختلفة سواء في الأزهر أو في الكليات المختلفة ضمن المنح اللي دائما بتقدمها مصر أو في الكليات العسكرية، وده في بناء القدرات مصر لا تتأخر أبدا عن تقديم خبراتها باستضافة الطلاب الأفارقة الأشقاء أو إعادة بناء القدرات فيما يتعلق بتقديم يعني الوكالة المصرية للتنمية اللي بتتعامل مع الدول الأفريقية عامة ومع دول مختلفة. فجيبوتي من الدول القريبة لمصر طوال الوقت، في طلاب ومبتعثين زي ما احنا قلنا دارسين
في جامعات مختلفة، فده جزء مهم جدا من ما تقدمه مصر للدول الأفريقية الشقيقة. تمام. جانب آخر سيد أكرم وهو متعلق بالقوة الناعمة، على امتداد تاريخها والقوة الناعمة كان لها الدور الكبير والأبرز في يعني التعريف بالقضايا الإفريقية والتعريف أيضا بما تتبناه مصر من سياسات وتنتهجه من رؤى تعبر بها عن الجانب أو عن القارة الإفريقية. ما الذي تمثله القوة الناعمة المصرية في قارتنا الإفريقية وتحديدا في منطقة القرن الإفريقي؟ القوة الناعمة المصرية متعددة، فيما يتعلق بالثقافة، فيما يتعلق بالثقافة الأفريقية أو الدراسات الأفريقية، فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية والأزهر الشريف، وزي ما قلنا مدينة البعوث عندنا بتستقبل طلاب أفارقة وغيره. فالقوة الناعمة هنا متعددة الأطراف، ومصر لها تأثير بالغ سواء منذ بداية دعم الاستقلال الأفريقي لمواجهة الاستعمار قبل يعني عقود، وفي نفس الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعيد بناء وتمكين وتقوير العلاقات مع كافة الدول الأفريقية، باعتبار انه أفريقيا من الدوائر المهمة الاستراتيجية المهمة لمصر، اللي هي الدوائر العربية والإسلامية والأفريقية والدائرة المتوسطية التي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي فالقوة الناعمة المصرية هي قوة ناقلة ومستقبلة في نفس الوقت، بتدعم العلاقات الأفريقية، بتدعم الثقافات الأفريقية، بتفتح آفاق للتعاون. الثقافة المصرية أو القنوات المصرية طول الوقت مع الدول سواء اللغة العربية أو غيره، فدي كلها خطوات مهمة في هذا الإطار المتسع للتعاون. طيب سيد أكرم، جانب آخر لو تحدثنا فيه وهو جانب ودور الكنيسة المصرية في القارة الإفريقية، ما الذي يمثله هذا الجانب؟ الكنيسة والأزهر قوتان مهمتان جدا من القوى الناعمة ومن القوى الدينية المؤثرة في القارة الأفريقية. عارفين الكنيسة القبطية هناك كنائس مختلفة تتبعها في الدول الأفريقية، وأظن أنها تقوم مع الأزهر في هذا السياق، سواء في تبادل الخبرات، في البعثات اللي بتتحرك، في الدراسة، في تقديم الأفكار، في تقديم، لأنه البناء السياق الديني المصري المعتدل والتعاون المختلف بين فئات المجتمع والتعدد والتنوع، كل دي امور مهمه جدا بتقدم صوره للتسامح وصوره لنمط من الثقافه قادره على التفاعل وقادره على تقديم الصيغه المتسامحه للشعب المصري بشكل عام، ليست الصيغه الدينيه فقط ولكن الصيغه الثقافيه وفكره التسامح المجتمعي وقدرة التعايش المصرية، كلها تجارب مهمة في هذا السياق. كل الشكر والتقدير الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.